دكتور صلاح، البداية عايزة أعرف إيه حجم الكوارث اللي ممكن تحصل إذا تخطى متوسط درجة الحرارة العالمية الدرجة ونصف درجة مئوية؟ إيه المدن اللي ممكن تغرق؟ إيه المحاصيل اللي ممكن تختفي؟ إيه الأمراض اللي ممكن تنتشر؟ يمكن في كوب 26 اللي حصل في 2021، رئيس وزراء بريطانيا قال ان لو درجة الحرارة او فرق درجات الحرارة ارتفع الى 4 درجات، وهتبقى الاسكندرية في القاهرة. يمكن ده بيرجعنا تاني لمؤتمر باريس في التغيرات المناخية، اللي عشان كده أصر إن العالم كله يحاول يبذل أقصى قدر ممكن إن فرق درجات الحرارة لا يتعدى 1.5 درجة. ولو هو تعدى 1.5 درجة، هناك العديد من الآثار السيئة هتحصل في العالم. من ضمن المشاكل اللي هتحصل بالطبع، أول حاجة نضوج المية، لأن درجات الحرارة عالية هتبدأ تبخر المية، والمية لما هتتبخر هيبقى مستوى المية في الأنهار هيقل، وبالتالي الأراضي هتجف. الحاجة الأساسية إن لما المية بتتبخر فيبقى في عندي رطوبة عالية في الجو، الرطوبة العالية مع درجات الحرارة العالية دي بتأثر على كبار السن وعلى المرضى، وبالتالي هيبقى ليها تأثير ضار جدا على الناس. وبعض الأمراض زي الملاريا هيبدأ تظهر في كثير من الأرض. وعشان كده بنعتبر ان كارثه كبيره جدا للتغيرات المناخيه على الصحه العامه وعلى نضوج الميه وعلى الزراعه. مثال صغير، السنه اللي فاتت كان محصول المانجا اتضرب، هو محصول الزيتون. ليه؟ لان حصل فيه تغيرات مناخيه، درجات الحراره حصل لها شيفت، وبالتالي المحاصيل اللي هي الصيفيه بدات ان هي تطلع بدري، وبالتالي حصل فيها انتاج قليل. وهنا دي مشكله كبيره جدا، ان احنا لازم نفكر بقدر الامكان ازاي هنقدر نواجه التغيرات المناخيه في مجال الزراعه، واكتر مجال هيتاثر بالتغيرات المناخيه هو مجال الزراعه. كنت جاي حضرتك في سؤال، اللي هو ابرز القطاعات الرئيسيه اللي ممكن تتاثر في مصر في من خلال التغيرات المناخيه. أو قطاع الزراعة هو ده الأساسي، وبالتالي الأمن الغذائي هيبدأ يحصل عليه علامة استفهام. وعشان كده العالم كله بدأ يناشد كل الدول إن يبقى عندها في اكتفاء ذاتي من المحاصيل الأساسية. ليه؟ لأن النهاردة المحاصيل هتبدأ تقل، وبالتالي اللي كان بيصدر هيلاقي إن الكمية اللي عنده يدوبك تكفي بلده، وهنا هيحصل نوع من المجاعة ونوع من الشح في المحاصيل الزراعية.